ولمزيد من المتابعة معنا الأستاذ محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في رام الله. يعني بعد التحية، كامل التعازي إلى الشعب الفلسطيني، ويعني الكلمات لا تحمل الإحساس الذي نشره تجاهكم حاليا، ولكن هناك العديد من الوقفات في الشارع المصري وفي الشوارع العربية دعما إلى يعني لهذه القضية، ويعني مزيدا من التفاصيل معك، أرجوك أن تنقل لنا ما هو إحساس الشارع الفلسطيني حاليا في رام الله. يعني هو حقيقة أنا أحدثك من قلب المجازر، أحدثك من غزة، أحدثك في ظل الانتهاكات الكبيرة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الإجرام الذي تنتهج إسرائيل بحق الأطفال والنساء ومنازل المواطنين الآمنين. أحدثك من قلب كل طفل مقهور، و طائرات الاحتلال حتى هذه اللحظة لا زالت تقصف منازل المواطنين في قطاع غزة. وما يجري في غزة هو جريمة حقيقة بكل ما تحمل الكلمة، مجازر إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مجازر مركبة، إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، كل ما وصفه القانون من مجازر الآن ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة. ولذلك ما يجري في قطاع غزة هو حقيقة أمر ليس بالسهل، بل هناك يعني حياة صعبة جدا، لا كهرباء، لا ماء، لا حياة في غزة. طبعا احنا دورنا في الدفاع المدني أن نحاول قدر المستطاع أن نكون يعني جنبا إلى جنب مع أبنائنا في القطاع، نحاول أن نخفف عنهم قدر المستطاع، نحاول أن ننتشل الشهداء، ننتشل المصابين، نحاول أن نصنع المستحيل من أجل أبناء شعبنا. لكن حقيقة الإمكانيات التي يمتلكها الدفاع المدني في غزة صعبة جدا، ولا تكاد ترتقي لحجم الدمار الكبير الموجود في القطاع، حجم الدمار الهائل. كل دقيقة هناك استهداف لقوات الاحتلال لمنازل المواطنين، منازل المواطنين آمنة مأهولة بالسكان، أقل منزل موجود فيه 20 شخص وأكثرهم 40-50 شخص يتم استهدافه بشكل مباشر. يتم استهداف المنزل على رؤوس من هو بداخله دون سابق إنذار، دون تحذير، دون إبلاغ السكان بعملية الإخلاء. أغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء، الأغلب، الكمية الكبرى من الأطفال والنساء. ولا يكتفي الاحتلال باستهداف منازل المواطنين حتى وهم في منازلهم، لا، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أيضا المجازر في كل مكان. وأمس كانت المجزرة الأولى قوة، والأولى يعني إجراما وبشاعة، والتي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية. بالفعل أنا أعجز حقيقة عن وصف أي تعبير، أما هي بالفعل هي تنتهك كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات وكل ما نص عليه القانون، تنتهك هذه المجزرة الكبيرة التي قامت فيها إسرائيل في مشفى الأهلي العربي، مواطنين نازحين آمنين مطمئنين يعلمون أن هذه المستشفى لا يمكن أن تقصف، فيها حصانة، لكن للأسف الشديد غدر بهم الاحتلال وقتل كل من كان في المكان. يتجاوز عدد الشهداء عن 500 شهيد، قتلوهم بدم بارد، قتلوهم في لحظة وهم آمنين، جاءوا لكي يطمئنوا، هربوا من الموت، هربوا من الخوف، هربوا من تهديد الاحتلال، لكن للأسف لم ينجوا إلا بعد هذا الإجرام الذي حققته إسرائيل وأوغلت بدماء الأطفال والنساء. ما شاهدناه أمس حقيقة كان مجزرة بكل ما تحمل الكلمة، كان مجزرة دموية حدثت. طواقمنا حاولت قدر المستطاع أن تنتشل وأن تبحث وأن يعني تقوم بإطفاء السيارات التي اشتعلت نتيجة قوة الانفجار، لكن حقيقة كان عدد الإصابات بسيط مقارنة بعدد القتلى والضحايا الذين استشهدوا. ولذلك هذه المجازر طبعا هي بالفعل يعني هي لن تزيد أبناء شعبنا إلا ثبات، ولن تزيده إلا قوة وإصرار على حقه في البقاء على هذه الأرض. لكن هذا ما يحدث هو جريمة،
والأجرم من ذلك هو الصمت العربي الموجود. يعني بعد هذه الجريمة أنا توقعت حقيقة أن يكون هناك هبة عربية ويتوقف من خلالها العدوان على غزة، لكن للأسف الشديد الاحتلال يفتخر ويقوم ب يعني البث على صفحاته الرسمية. الشوارع العربية، الشوارع العربية والعديد من الشوارع في الدول الغربية تنتفض من أجل الشعب الفلسطيني والانتهاكات الكبيرة في حق الإنسانية والتصريحات المستفزة بحقه. يعني كل العالم شهد، يعني أربع دول كبرى، الولايات المتحدة، إنجلترا، فرنسا واليابان، بإصرارهم على رفض قرار وقف إطلاق النار، وهو يعني رغبة واضحة أمام العالم أجمع باستمرار النزاع في قطاع غزة. العالم الغربي متمسك بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسه كما يدعي، لكن أين الموقف العربي الذي يقول الآن يجب أن يتوقف العدوان على غزة وإلا؟ أين الموقف؟ أين ال 22 دولة عربية التي لو تحدثت واجتمعت سينهار العالم الغربي كله؟ أين القوة العربية؟ أين القوة الإسلامية؟ ال 2 مليار مسلم أين هم؟ مما يحدث في فلسطين من قتل، لا أقول غزة، ما يحدث في المسلمين في غزة، المسلمين الذين يوحدون الله، الأبرياء الذين انتهكت أرضهم وأرادوا أن يدافعوا على أرضهم، يدافعوا عنها، فعلوا المستحيل حتى يدافع عن أرضهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقتلهم، لا زال يقتل من هو متحدث حقيقة. يعني الآن غزة لا تريد دعم طعام وشراب، غزة تريد أن يرفع هذا الإجرام وهذا القتل عنها، غزة تريد الآن أن يتوقف هذا الدم، غزة تريد أن يتوقف العالم العربي الآن ويقول الاحتلال كفى إجراما في غزة. لكن حقيقة لا حاجة لبيانات الاستنكار، ولا حاجة لكتابة البيانات الشذب، ولا حاجة لكل هذا الأمر. الآن يعني أنا أتحدث معك والاحتلال يقصف، وهذا أكيد يعني هو منزل. أستاذ محمود، هناك الكثير من الأسئلة والكثير من التساؤلات، ولكن أنا لا أملك إلا أني أطمئن منك على أشقائنا، على الأطفال، على النساء، على الشيوخ. الأطفال يموتون في غزة، والنساء، النساء تموت في غزة. ما شاهدت أمس، أنا شخصيا كنت متواجد منذ اللحظة الأولى للمجزرة أمس، النساء في غزة خرجت أحشائها من بطونها من الإجرام الإسرائيلي. الأطفال قطعت رؤوسها من الإجرام الإسرائيلي. الشيوخ الذين يجلسون على الكرسي المتحرك قطعت أقدامهم، بترت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يحدث. أنا أطمئن العالم كله أن غزة بخير، أنا أقول لكل العالم أننا نحن في غزة بخير، لكن هل أنتم بخير؟ هل العالم العربي بخير؟ هل الأمة الإسلامية بخير؟ فليجيبهم، هل هم بخير؟ هل هم راضون عما يحدث؟ إذا كانوا رافضين ما يحدث في غزة فيجب أن يكون هناك فعل. لا أقول بيانات، ولا أقول حديث، أقول يجب أن يكون هناك فعل عربي حتى يتوقف هذا العدوان. الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة، يجب أن لغة الوحدة العربية، لغة القوة العربية، هذه الذي يفهم الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يقال له كفى وإلا. لكن حقيقة الواقع في غزة صعب جدا، صعب للغاية، والأيام القادمة والساعات القادمة أشد صعوبة. الآن الوقود في غزة بدأ على وشك الانتهاء، وفي حال انتهى الوقود نحن أمام كارثة حقيقية بكل معاني الكلمة. طواقم الدفاع المدني ستتوقف، طواقم الصحة تتوقف، قطاع الصحة سينهار، المستشفيات ستغلق، الطواقم التي تعمل في الميدان، الإسعافات ستتوقف، سيكون هناك قصف في كل مكان، ولن نجد من يقوم بإسعاف الجرحى وإسعاف المصابين وتحويلهم إلى المشافي نتيجة عدم وجود وقود في قطاع غزة. هنا تفضل. هنا يجب أن نقول للعرب ماذا ستصنعون في حال حدث ذلك. وهذا طبعا ليس ببعيد، يعني الواقع حقيقة كما يعلن الجميع، الوزارة الصحة الآن تعلن عن بدء نفاذ الوقود، ونحن في الدفاع المدني نقول أنه إذا كان اليوم طواقمنا تعمل في الميدان ربما غدا لم نتمكن من توفير الوقود، وبالتالي ستكون بالفعل
بدأت الأزمة وبدأت الكارثة الحقيقية، وهي أن الشهداء والضحايا والأطفال سيموتون ولن يجدوا من يرفعهم من تحت الركام ولا من أماكن الاستهداف. يعني الشوارع العربية، الشارع المصري، أكثر من 100 مليون قلب مصري، أكثر من 100 مليون يد ترفع إلى السماء لتدعو لأهالي غزة. يعني لا نتمنى أكثر من أن تحمل الساعات القادمة. يعني ما نطمح إليه من قرارات لدعم الشعب الفلسطيني. يعني قلوبنا معكم، دعاءنا لكم. أستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني من رام الله كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.